سجلت مملكة البحرين انخفاضا ملحوظا في أعداد الحالات اليومية لفيروس كورونا نعم حيث أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية لها تسجيل 1194 حالة قائمة جديدة لينخفض العدد الإجمالي للحالات القائمة إلى 12009 حالات منها 25 حالة تتلقى العلاج في المستشفى وثماني حالات في وحدة العناية القصوى هذا وتم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال اليوم كما أعلنت وزارة الصحة تعافي 1731 حالة إضافية